خلينا نروح نشوف هالتقرير عن الحلويات الحلبية وعن المطبخ الحلبي وبنرجع لنكمل حديثنا معك. بتشرف. إذا زرت أحد محلاتها سترغب حتما في ابتياع الكثير منها، إنها الحلويات الحلبية بأشكالها المتنوعة وأصنافها الشهية، صناعة حلبية بامتياز لها أسرارها الخاصة التي يرويها أصحاب المهنة في المحافظة. نحن جزء من سوريا، يعني صحيح نحن مشهورين فيها، كمان أهل الشام وأهل حماة وأهل حمص كلهم مشهورين لكن نحن منتميز شوي بجوز بالمواد اللي منحطها وبالمصانعة. طبعا نحن كل موادنا منستعملها مثل ما قلت لك متوا من أفضل أنواع، حتى الطحين من أفضل أنواع. ترشيح حلب مشهورة فيها، كرابيج بفستو هي بنحط فوقها ناطف، وبالسمن العربي الممتاز. بين توليفة الفستق الحلبي القطر السكر والطحين أطباق حلبية تصنع، وبين أصناف دسمة غنية بالسعرات الحرارية كأسوارة الست المبرومة الكرابيج المحشوة بفستق، تبقى غزل البنات ذات الشعبية الأوسع في حلب. يعني هي نوادر بسوريا حدا يعملها غزل البنات، هي خاصة يعني يمكن ولا بالشرق الأوسط مثل غزل البنات، وبسوريا غير الحلبية ما بيها، ما غيره ما بيهتموا لها يعني غزل، وعم تتقدم يعني صارت بإيما وصارت بفيستو وصارت بالجوز، يعني صار يشكلوها وترقوا كل ما الحلبية عم تميل عليها أكثر. أول شيء عملية الطحين، يعني ايوه بيجي طحين ني، نحن بنحمصه بنضل بنحمصه لحتى يتفخر طحين، لحتى يجي انه مثال اني يصير ساخن شيء حرارته كثير قويه، يكون هون استوى الطحين. طبعا مكونات غذائيه طبعا مثل المي ومحل ليمون وشبه وهيك شغلات غذائيه، عباره عن طبق تذويب السكر ثم لهون، يعني بعد ما بتجي طبعا بتغلي شيء كويس بتصل لهون من كده بتطلع مثل القطر عادي، بعد ما بتصير ندعكها شوي على ايدينا بتنزل على الطحين ونضل نقلبها لحتى تطلع شعر اسمه غز البنات. كمقبض جراح وبمقادير خاصة وعناية فائقة يستخدمون أدواتهم دون كلل أو ملل، يعملون لينتجوا أشهى الحلويات وبأيديهم البيضاء يتعاونون، هم حرفيو حلب وصناعها معا ليغزلوا مستقبل مدينتهم كما فعلوها في السابق.